يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. أكيد كالعادة هيكون عندنا العديد من الأخبار المحلية والعالمية، وبالتحديد كمان أخبار النادي الأهلي اللي أكيد بتهم كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. لكن خلينا نبتدي باتحاد الكرة، أو نبتدي من اتحاد الكرة النهاردة. والنهاردة الصبح وبتحديد الساعة 12 الظهر كان في ورشة عمل في اتحاد الكرة بحضور رابطة الأندية المحترفة ومندوبي الأندية لمناقشة عودة الجماهير وآليات عودة الجمهور خلال الفترة المقبلة للمدرجات، وخصوصا أن ملف عودة الجماهير أصبح الشغل الشاغل سواء لوزارة الشباب والرياضة أو لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، وأيضا رابطة الأندية المحترفة اللي بتحاول بقدر الإمكان أن تكمل المنظومة بشكل كامل، الدوري يكون شكله أفضل، كل المنافسات المحلية داخل مصر تكون شكلها أفضل، ومش هتبقى كويسة ومش هيبقى فيه روح في الملاعب غير بعودة الجمهور. فبالتالي أكيد كان شيء مهم النهاردة جدا أن يكون في تناول لهذه الجزئية وهذا الملف بالتحديد، وكيفية عودة الجمهور خلال الفترة المقبلة، والآليات والطرق اللي هيتم اتخاذها والاستراتيجية اللي هيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة عشان يعود الجمهور للمدرجات حتى لو بنسبة معينة. لكن البداية ناخدها خطوة خطوة، والأهم هو عودة الجماهير علشان الموضوع أكيد بيفرق جدا. احنا بقالنا سنين كتيرة المباريات بتتلعب في مصر بدون جمهور، بصراحة مباريات ملهاش أي طعم، رغم ان من الناحية الفنية بتبقى مباريات قوية، لكن دايما اللي بيكمل هذه الجزئية ومتعة المباريات ومشاهدة المباريات هو تواجد الجمهور في المدرجات. فعلشان كده هيكون في شغل كبير جدا على هذه الجزئية خلال الفترة المقبلة، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. طبعا ورشة العمل دي كانت بحضور المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة برئاسة المهندس محمود الشامي واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للرابطة ومندوبي الأندية. وبالمناسبة يمكن حضر من النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأيضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وتمت مناقشة هذا الملف بشكل كبير جدا. ويمكن هم كمان تطرقوا لكأس العالم والآليات اللي تم استخدامها في حضور الجماهير في هذه البطولة في روسيا. فبالتالي مش عيب جدا أو مش عيب خالص إن احنا نقلد الناس الناجحة في هذه الجزئية بالتحديد، مش عيب ان احنا نحاول نطور من نفسنا، وده الاهم خلال المرحلة المقبلة، حتى لو هناخد صورة طبق الاصل من الطرق والنظم اللي بيتم اتخاذها خلال البطولات العالمية، وبتحديد طبعا بطولة كاس العالم واللي ناجحة بشكل كبير سواء من الناحية التنظيمية وكمان بالمناسبة كمان من الناحية الفنية، تعتبر من اقوى بطولات كاس العالم على مدار التاريخ. فبالتالي تم التطرق لهذه الجزئية والطريقة اللي تم تنظيم بها حضور الجمهور للمباريات في كأس العالم. المقترحات أكيد كانت عديدة النهاردة من قبل كل الحاضرين علشان يوصلوا في الآخر لشكل معين يناسب حضور الجمهور، ويمكن المقترح الأهم هو حضور الجمهور بنسبة 15% من ساعة الاستادات مبدئيا. ده شيء مبدئي، يعني كل استاد حسب استاد هتلاقي فيه مباريات 15% من ساعة الاستاد هيحضر فيهم الجمهور كبداية. ماشي، يعني كبداية حاجة كويسة إن شاء الله لما هو قادم يكون الأعداد كتير ونرجع بقى زي زمان لما يكون الاستاد ممتلئ عن آخره ونتمتع بقى بشكل أكبر بالمباريات داخل مصر. فبالتالي دي جزئية مهمة جدا، وأكيد كمان الأهم عودة الجمهور بعودة العائلات بالكامل اللي هم يحضروا المباراة. بالنسبة لهم بتبقى فسحة، يشاهدوا الفريق اللي بيشجعوه، يأزروه بشكل قوي، وبيبقى يوم بالنسبة لهم بيبقى جميل زي ما كنا متعودين زمان قبل كده. فإن شاء الله نتمنى أن يكون في نجاح في هذه الجزئية. طبعا كل المقترحات دي هيتم تقديمها للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للعمل بها اعتبارا من الموسم الحالي، موسم 2018-2019، في حالة الموافقة على هذه الاقتراحات. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لرابطة الأندية المحترفة ومندوبي الأندية والاتحاد الكرة إن هم يوصلوا لشكل نهائي يتم من خلاله عودة الجمهور للمدرجات، وده الملف الأبرز والأهم دلوقتي في أو على الساحة الرياضية، لأن طبعا تواجد الجمهور بيمثل إضافة كبيرة جدا جدا لمتعة المباريات. طبعا المهندس خالد مرتجي كان متواجد وأكد على أهمية عودة الجماهير بشكل آمن ومنظم. طبعا المهندس خالد مرتجي
مجلس إدارة النادي الأهلي، كان متواجد النهاردة في ورشة العمل واتكلم أكيد وقال اهتمام كبير من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بهذا الملف بالتحديد، وخصوصا أن احنا عندنا أكيد في النادي الأهلي دايما النادي بيحقق بطولات، لكن في بعض البطولات او كل البطولات بالتاكيد في ظل تواجد جمهور النادي الاهلي بتبقى اسهل نسبيا في ظل عدم جمهور او عدم تواجد جمهور النادي الاهلي. فبالتالي ايضا ملف مهم جدا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي بيشتغلوا عليه بشكل كبير جدا خلال الفتره دي، والمهندس خالد مرتجي اكد هذه الجزئيه واكد اهتمام الكابتن محمود الخطيب بعوده الجمهور للمدرجات. فبالتالي النهارده كان ليه بعض التصريحات المهمه وقال ان اهم شيء ان الجمهور يرجع بشكل منظم وبشكل امن وباليات تكون معروفه علشان ما يحصلش شغب والامور اللي كانت بتحصل قبل كده ما تتكررش تاني، ونتعلم بقى من اخطائنا ان شاء الله ويكون في شكل مميز للدوري المصري بتواجد الجمهور في المدرجات. خلينا نروح سريعا نشوف تصريحات المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه. في الأول طبعا أنا بحيي وبشكر صديقي وحبيبي محمود بشامي، وطبعا سيادة اللواء ثروت سويلم وجميع أعضاء اتحاد الكرة وجميع أعضاء اتحاد الرابطة، لكن أنا بقول أتمنى من جوايا والنادي الأهلي يتمنى أن رابطة الأندية المحترفة تكون لها دور ومسؤولية وتكون مفيش شك تبقى تحت الأمبريلا بتاع اتحاد الكرة، لكن ليها مسؤولياتها وليها هي صلاحيات، والا يبقى احنا انا اسف بقول بننفخ في قربه مقطوعه. في معايير الاتحاد الدولي بيحطها لرخص الانديه، كل ده لابد ان هو يكون تحت اشراف اتحاد الكوره طبعا، لكن لابد ان الانديه ورابطه الانديه المحترفه تكون ليها مسؤولياتها وتكون ليها السي في هذا الكلام. وده طبعا احنا مش ما بنخترعش الذره، احنا بنمشي على الناس وصلوا لايه واحنا نبتدي، يعني احنا عايزين نبدا من حيث انتهى الاخرين. التحفظ الوحيد في حته الفان اي دي عندي، الفان اي دي هي بتبقى في بطوله او كومبيتيشن او حاجه واحده لان هي كبيره. احنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نعمل كارت زي كارت زي الكريدت كارد تحطه في محفظتك، عارف زي حضرتك؟ تبقى حاجه ماشي معاه على طول. هو كده يعني حاجه بالظبط كده بالظبط كده. ده بالظبط اللي احنا ان شاء الله هنطوي يعني. ده اللي احنا عاملينه. احنا عاملينه الحقيقه الاساس في الموضوع ان بيبقى في قاعده بيانات كبيره الناس بتخش عليها من خلال الويب سايت. هذه البيانات بتروح للجهات عشان زي ما قلنا ومصطفى بيه عزام قال ويمكن محمود بيه الشامي قال، احنا مش عايزين حد يكون مش مرغوب فيه يخش الاستاد. انا مش بس كده، لسلامه المنشاه الناس بتوع الامن، لان انا بقول ان النادي لابد يكون مسؤول، يعني النهارده النادي هو المسؤول عن المنتج بتاعه في عقر داره. طالما الاهلي او الزمالك بيستضيف نادي يبقى لابد تنظيم المباريات ومسؤوليه النادي في الموضوع ده. فاحنا يعني زي ما قال مصطفى بيه عزام، كل الخطوات بتاعه ان احنا نبقى متاكدين وعارفين مين دخل في الاستاد هو ده الاساس. احنا مش بس كده، احنا شركه الامن بتاعتنا بتبقى معاها زي مش عايز اقول لابتوب، بتبقى تابلت. التابلت ده حضرتك بيخش بيعمل سكان بالصوره، يعني يقدر يشوف الصوره بتاعه الشخص اللي داخل، بحيث ان مفيش حد يقدر يشتري، لان شراء التذاكر هيبقى مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالفان اي دي، او مش الفان اي دي اللي هي كارت اهلاوي. كارت اهلاوي مش بس هيبقى لمباريات كره القدم، هيبقى مفتوح للتمرين، هيبقى مفتوح لكل المباريات واللي بينظمها النادي الاهلي، وكل الحاجات الحفلات او اي حاجه بينظمها النادي الاهلي. ليه؟ عشان نبقى عايزين نعرف من اللي هيخش، ولازم يكون في نظام صارم ولازم يطبق، بحيث ان احنا مش عايزين في الاخر، لان انت هتبقى مسؤوليه النادي، فانا عايز ابقى متاكد ان اللي داخل ده داخل مظبوط وهيشتغل او يعني هيعمل اللي احنا عايزينه او مبادئ النادي الاهلي. الحاجه الاساسيه كمان اللي احنا عاملينها ان شركه الامن اللي احنا متعاقدين معاها
انتجريتد او هي داخله مع السوفت وير او الشركه بتاعه السوفت وير اللي عامله الكارت اهلاوي، هيبقى فيه بورتبل او هيبقى فيه كاميرات متنقله بتبقى موجوده في الاماكن بتاعه الجمهور. وحاجه عايز اقولها برضو، اما يبقى عندي استاد فيه 40 مدخل، ازاي ليه اعمل مدخلين بس الناس تخش منه؟ ما هو ده اللي بيعمل تكدس، وده هو اللي في الاخر بيعمل زهق وبيعمل، خلي بالك ان 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 مزاج المشجع وهو داخل لو لقى معامله ادميه ولو لقى ان هو ميسر ان هو دخول، دي برضو بتديله مزاج كويس ان هو يخش الاستاد، بيبقى عايز بيشجع، ما يبقاش داخل اصلا قرفان اي حاجه ممكن تخليه يتنرفز او يعمل حاجه غير مظبوطه امنيا. يعني كلام مميز جدا من المهندس خالد مشتاجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مقترحات مميزه جدا، يا ريت ان الناس تاخدها بعين الاعتبار عشان يتم تطبيق هذا النظام ونتجنب حدوث اي مشاكل او اي شغب خلال الفتره الجايه في حاله عوده الجمهور، وده اكيد هيكون شيء مهم جدا. في نفس السياق يمكن العميد محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي قال ان الاهلي حريص جدا على عوده الجماهير للمدرجات بصوره امنه، ويمكن العميد محمد مرجان ايضا شايف ان كان في نظام سابق النادي الاهلي عمله عن طريق كارت اهلاوي، واللي كان بيتيح للجمهور حضور المباراه او المباريات او كمان كفكره لحضور الجماهير للمباريات من خلال صوره البطاقه الخاصه بكل جمهور والصوره كمان الخاصه بالشخص اللي عايز يحضر مباريات، عشان لو في اي حد عمل شغب يتم معرفه طبعا هؤلاء الاشخاص اللي ممكن يعملوا الشغب ده عشان نتدارك الامور السابقه. وكمان في جزئيه مهمه جدا يمكن قالها المهندس خالد مشتاجي، وهو الابواب الكتير المفروض تتفتح خلال او داخل المدرجات، لو في ابواب كتير للاستاد معين مثلا يتم فتح عدد من الابواب لدخول الجماهير، ما يبقاش بوابه او اتنين بس عشان ما يحصلش تكدسات، والتكدسات دي بتجيب نتائج سيئه جدا وخسائر كمان. فبالتالي نتمنى ان كل الاشياء السلبيه اللي كانت بتحدث قبل كده يتم تداركها خلال الفتره المقبله عشان نرجع بقى لمتعه المباريات من خلال الناحيه الفنيه الخاصه بالانديه واللاعبين، وايضا من خلال التشجيع القوي من قبل الجماهير. فبالتالي ده اكيد شيء مهم ومميز، وده ايضا كان كلام العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واللي قال ايضا ان النادي حريص جدا على عوده الجمهور خلال الفتره المقبله وهيبذل مجهود كبير جدا في هذا الملف نظرا لاهميه عوده الجماهير، وبالتحديد بالنسبة لنا احنا كنادي اهلي اهمية عودة جمهور النادي الاهلي للمدرجات لما يمثله من قوة كبيرة جدا للفرق المختلفة داخل النادي الاهلي من خلال التشجيع ومؤازرة الفرق بشكل مميز. خلينا نروح نشوف كلام العميد محمد مرجان ونرجع مرة تانية. كل الناس عارفه النادي الاهلي دايما رائد في تجربه الجماهير، لان النادي الاهلي بيثق في جماهيره، ومفيش رياضه مصر مفيش رياضه في العالم كله من غير جمهور. احنا اول ما سمعنا اللي في ورشه عمل والاتحاد المصري دعانا، طبعا احنا جايين، هو احنا سعداء كده محمود بالشامي اللي هو ثروت سويله من الناس الموجوده مصطفى عزام، هم حكوا التجربه او على مستوى متطور شويه. احنا النادي الاهلي بدا التجربه دي من فتره والحمد لله احنا بنطورها، وكان في لجنه انهت خاص واخدنا موافقه مجلس اداره اللي احنا الفتره اللي جايه هنبدا نطرح جمهور اهلاوي. الموضوع كله باختصار الامن ثم الامن ثم الامن. الامن مش هيعرف يامن جماهيره الا في وجود قاعده بيانات كبيره، العالم كله كده مش في مصر بس، لو احنا ما التزمناش بده عمر ما الجمهور هيرجع. النهارده طالما انت رايح تشجع بتحط بياناتك بشكل موضوعي وبيانات صحيحه، طالما انا ما عنديش غرض، مفيش حد في العالم بيخش استاد او بيخش منشاه او بيخش اي مكان الا اذا كان مؤمن 100%، لان احنا بالنسبه لنا في كده يافطه كبيره جدا اسمها الامن اولا، وهي منظومه انا قلتها قبل كده في خمس عناصر، في عنصر اساسي دايما ده هو العنصر المساعد بتاعنا اللي احنا بنهاجمه اللي هو الامن، لكن الاربع عناصر الاساسيه اولا وزاره الشباب والرياضه، تاني حاجة اتحاد الكورة اللي هو الأب الشرعي للأندية كلها، الأندية المصرية، الجمهور. لو الأربع عناصر التزموا بمسؤولياتهم وحددوا مسؤولياتهم الأمن هيساعد المجموعة دي كلها والجمهور ترجع بسلام. موضوع بصراحة سهل جدا ومن أسهل ما يمكن لو تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الجماهير، ولو تم اتخاذ هذا الملف بالجدية المطلوبة
خلال الفترة المقبلة إن شاء الله هيعود الجماهير لي أو هتعود الجماهير للمدرجات بشكل طبيعي وبشكل مميز وبالشكل اللي كل المصريين بيتمنوه عشان نشوف مباريات ممتعة ولائقة بالكرة المصرية. كلام أكيد كان مهم جدا من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. في نفس السياق أيضا حرص المهندس محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة باتحاد الكرة على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي لما يبذله من مجهود كبير جدا من خلال مشاركته طبعا في ورشة العمل الخاصة بآليات عودة الجماهير خلال الفترة المقبلة. وزي ما احنا عارفين طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي حريص كل الحرص على عودة الجمهور إن شاء الله للمدرجات. نتمنى كل التوفيق لكل من يساهم في عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة المقبلة علشان إن شاء الله المنظومة الاحترافية تكتمل بشكل كبير جدا بعودة الجماهير خلال الفترة القادمة. ده كان كل ما يخص ورشة العمل النهاردة واللي عقدت في اتحاد الكرة صباح اليوم تحديد الساعة 12 ظهرا. لكن خلينا بقى نروح للنادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم اللي بيستعد خلال الفترة الحالية لمواجهة غاية في الأهمية أمام فريق تاونشيب البوتسواني يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله في الجولة الثالثة من دوري المجموعات ودور 16 في دوري أبطال أفريقيا. ويمكن زي ما احنا عارفين الموقف بالنسبة للنادي الأهلي صعب شوية، تعادلنا مباراة خسرنا الثانية، مهم جدا يتم تدارك هذا الموقف وترتيب الفريق. يمكن احنا الرابع دلوقتي في المجموعة لكن ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي هيقدروا في ظل كمان تواجد الجمهور اللي هيحضر المباراة في برج العرب ان هم يحصدوا ثلاث نقاط هتكون مهمة جدا قبل ما نروح ان شاء الله يوم 27 لبوتسوانا عشان ناخد ثلاث نقاط اخرى، يبقى عندنا سبع نقاط نكسب كمان كامبالا سيتي لما نجيلنا هنا يبقى دي 10 نقاط. فبالتالي الامور هتبقى كويسه لو قدرنا نعدي المباراتين والعقبتين دول بتوع فريق تاونشيب. فالاستعدادات اكيد قويه، تركيز كبير جدا بشكل جدي جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه. وطبعا خليني اقول لكم ان الفريق استأنف تدريباته النهارده بعد ما كان في راحه بالامس فور وصولهم من كرواتيا والمعسكر الخارجي فجر امس، فبالتالي كان في راحه للفريق بالكامل. النهارده تم استئناف التدريبات، يمكن ابتدت التدريبات من حوالي ربع او ثلث ساعه بالتحديد، واكيد الفريق بيستمر في استعداداته لهذه المباراه الهامه وفي جديه وتركيز كبير جدا من اللاعبين ان شاء الله ان هم يقدروا يسعدوا جمهور النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. فبالتالي في ايضا مباراه وديه غدا ان شاء الله هتكون اخر مباراه وديه للفريق في اطار استعداداته لهذه المباراه من خلال مواجهه فريق نجوم المستقبل. المباراه ان شاء الله هتكون بكره الساعه 5 مساء. نتمنى ان من خلال هذه المباراه يستقر بشكل نهائي مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف على الطريقه والاستراتيجيه اللي هيلعب بيها النادي الاهلي وايضا على التشكيل الانسب لمباراه بطل بوتسوانا فريق تاونشيب، ويقدروا ان شاء الله يكونوا جاهزين بنسبه 100% ويستقروا بشكل نهائي على كل ما يخص الفريق من خلال هذه المباراه الوديه الاخيره. يمكن النادي الاهلي لعب عدد من المباريات، مباراتين هنا قبل السفر لكرواتيا ومباراتين كمان في كرواتيا كانوا مميزين جدا، ده بجانب ان المعسكر كان اكثر من رائع واتى بكل الاهداف اللي كان بيرجوها الجهاز الفني، ودي هتكون اخر مباراة بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله علشان يستعد لمباراة فريق تاونشيب في برج العرب بالإسكندرية يوم الثلاث القادم. فبالتالي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين في المرحلة الحالية والاستعدادات للمباراة المقبلة أمام فريق تاونشيب. عشان طبعا نروح نعرف اخر اخبار المران النهارده خلينا نروح سريعا لزميلي محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي اينما كنت. محمد طمنا طبعا على مران الفريق النهارده خصوصا ان الفريق بيستعد لمباراه غايه في الاهميه الفتره المقبله واستأنف التدريبات من خلال اليوم، قول لنا ايه ابرز الاخبار بالنسبه لمران اليوم يا محمد؟ طيب هو المران تحديدا لسه بادئ بالظبط من حوالي ربع ساعه، في بدايه التدريب كان في لقطه مهمه جدا اكاديميه النادي الاهلي في الكويت ضمن البرنامج الخاص بها في معسكر مغلق هنا في مصر حريصه ان هي تكون متواجده في ملعب مختار التتش وفي موعد لزياره تدريبات فريق النادي الاهلي، فالتقطوا صور تذكاريه مع لاعبي الفريق الاول ومع الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرو. يمكن فريق الاكاديميه النادي الاهلي اللي في الكويت هم من مواليد 2000 حتى مواليد 2010 وموجودين هنا في التمرين، خدوا صور تذكاريه مع العديد من اللاعبين وصور جماعيه في النهايه مع اللاعبين بالكامل ومع الجهاز الفني بالكامل. بعدها مباشره كان في محاضره للجهاز الفني اتكلم فيها كارتيرون مع اللاعبين
واتكلم فيها ايضا الكابتن محمد يوسف عن المرحله القادمه وازاي الاستعداد للفتره القادمه. النهارده ابرز ما شيء يعني بيميز هذا التمرين ان النهارده الصوره اكتملت بالنسبه لكل الفريق، كل اللاعبين متواجدين في المران الجماعي. انضم سليمان كوليبالي اللاعب الافريقي الاخير اللي تم التعاقد معاه خلال الساعات الماضيه، انضم بالفعل تدريبات فريق النادي الاهلي ومعاه باقه الجنوب افريقي وايضا معاه احمد حمدي. المجموعه دي كانت غايبه عن معسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا، فبالتالي كل اللاعبين موجودين. لكن نقطه كمان مهمه، عمرو بركات متواجد حاليا في تدريبات فريق النادي الاهلي في ملعب البيتش، لكن بيؤدي تدريبات تاهيليه، تدريبات بدنيه خفيفه مع باسم علي ومع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. تمام. التدريبات بدنيه في الشق الاول من المران حتى هذه اللحظات في مجموعه الحراس، حراس المرمى الاربعه هم موجودين مع الكابتن مصطفى كمال. الاربع حراس شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي وايضا مصطفى شوبير، الاربعه موجودين مع الكابتن مصطفى كمال في مركز حراسه المرمى. تمام. لكن حتى هذه اللحظات لسه الشق البدني والمران البدني في الجزء الاول من تدريبات فريق النادي الاهلي. طيب محمد، فيما يتعلق بالاصابات عايزين نعرف اخبار اللاعبين، اخبار المصابين ايه؟ هل الفريق مكتمل بشكل كامل؟ خصوصا يمكن اخر اصابه او الاصابه الوحيده اللي كانت متواجده الفتره السابقه كانت باسم علي، عايزين ايضا نعرف اخباره ايه؟ هل اصبح لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه او انت شايفه بتشارك دلوقتي ولا الامور ماشيه ازاي؟ لا لسه يا امير، لسه باسم بيواصل تاهيله وبنسبه 90% حتى هذه اللحظات. اذا الفريق دخل معسكر مغلق على يوم السبت ولم يستطع باسم النزول للتدريبات الجماعيه على اقصى موعد يوم السبت، هيكون خارج مباراه تاونشيب. لكن كل اللاعبين في المران الجماعي الحمد لله الحاله الفنيه او بمعنى ادق الحاله البدنيه والاستشفاء بشكل كامل، الامور تسير بشكل جيد. لكن باسم علي حتى هذه اللحظات لسه بيواصل تدريبات تاهيليه مع طارق عبد العزيز، وخلال ال 48 ساعه القادمه هيتحدد موقف باسم بشكل نهائي، وان كانت كل المؤشرات بتتجه لصعوبه تواجده في مباراه تاونشيب في الجوله الثالثه من بطوله افريقيا. مروان محسن موجود كمان، علي معلول، اللاعيبه الدوليين بالكامل موجودين، باقه جنوب افريقيا زي ما قلت لك موجود، احمد الشيخ موجود في المران الجماعي، حسام عاشور. انا بركز على عدد معين من اللعيبه اللي كان يعني الفتره الاخيره كان في عدد من الاصابات او ابتعاد عن المباريات، وفي ظل ان كان منهم مجموعه ما كانتش متواجده مع معسكر فريق النادي الاهلي الكرواتي. طيب محمد، بالنسبه للبرنامج الخاص بالفريق لحد المباراه، احنا عارفين ان بكره في مباراه وديه مع فريق نجوم المستقبل وهي اخر مباراه وديه هيستعد من خلالها النادي الاهلي لمباراه فريق تاونشيب، لكن البرنامج الخاص بالفريق عقب هذه المباراه الوديه هيكون ماشي ازاي؟ البرنامج الخاص بالفريق لسه الجهاز الفني بعد المباراه الوديه هيشوف امكانيه ان الفريق يتمرن يوم الجمعه، لان المعسكر المغلق كان من المحدد ان يكون يوم الخميس مباراه وديه في برج العرب. لكن قبل العوده الى القاهره بساعات قليله الجهاز الفني عدل في موعد الاستعداد لمباراه تاونشيب، وفضل ان يكون المباراه الوديه في القاهره ثم يسافر الفريق يوم السبت للمعسكر المغلق. موقف يوم الجمعه من التدريبات هيتحدد بعد المباراه الوديه غدا مع نجوم المستقبل، اللي هتكون هي الخطه الاخيره او الشكل الاخير اللي الجهاز الفني مهتم بيه جدا قبل مباراه البطوله الافريقيه. لكن الجزء الاهم، التدريبات بدءا من السبت المقبل حتى موعد المباراه في التاسعه من مساء الثلاثاء القادم امام تاونشيب، الجهاز الفني حتى هذه اللحظات هيحدد موعد التدريبات اللي هتكون مفتوحه لوسائل الاعلام، للغزل طبعا قبل المباراه ب 24 ساعه الحقوق التسويقيه الخاصه بتصوير التدريب وربع ساعه المسموحه بالنسبه للقناه الحاصله على حقوق البث. لكن بشكل عام التدريبات سيكون هناك جزء مغلق للتدريبات ومعسكر مغلق للفريق اثناء تواجده في معسكر برج العرب. الاجواء عندك فيها تفاؤل يا محمد، وخصوصا في ظل الموقف الصعب بالنسبه للنادي الاهلي في البطوله، ولا شايف الامور شكلها ازاي قدامك؟ هي ما بين اللاعبين وبين الجهاز الفني، يمكن الجهاز الفني عنده اكثر من مرحله بيفكر فيها في التوقيت الحالي، لانه عنده قيد افريقي لسه في ثلاث لاعبين باقيين حتى 5 اغسطس. هذا الملف لم يحسم بشكل نهائي، اكيد هيكون في اجتماعات عقب المباراه الاولى امام تاونشيب. لكن في القائمه المحليه لسه هذه الامور الجهاز الفني بيطرقها لما بعد الاستعداد الافريقي. لكن بالنسبه للاعيبه كل تركيزهم في المباراه، والجهاز الفني بيطلب منهم ما يفكروش الا في المباراتين. هناك جلسات بتعقد بعد العوده من معسكر كرواتيا ما بين حسام عاشور وشريف اكرامي وعدد من اللاعبين الكبار اللي خاضوا هذه المراحل الصعبه طبعا، مع اللاعبين صغار السن واللاعبين الافارقه كمان، لان المباراه دي محتاجه مكسب وبشكل مريح عشان تقدر تتخطى المراحل القادمه. ايضا هناك جلسات بين باتريس كارتيرون مع وليد ازارو، يمكن لاحظنا في بدايه التدريب يمكن كارتيرون كان بيتكلم وقت اطول مع وليد ازارو، والفتره دي محتاجه كلام كتير من الجهاز مع عدد معين من اللعيبه لاستعاده التاهيل والجاهزيه الكامله في كل النواحي لمباراه البطوله الافريقيه. بيشارك في التدريبات الجماعيه وليد ازارو يا محمد؟ كله موجود، وليد ازارو وكل اللاعبين موجودين بلا استثناء، مفيش اي غيابات خالص عن المران الجماعي دلوقتي.
تمام، بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. ده كان طبعا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي، كان معنا على الهاتف وقال لنا بكل التفاصيل المهمة الخاصة بمران الفريق اليوم واللي تم استئنافه علشان الفريق يستعد للمرحلة الهامة المقبلة والمباراة المهمة جدا أمام فريق تاونشيب في الجولة الثالثة من دوري المجموعات ودوري أبطال أفريقيا. إذن زي ما محمد قال كده كل اللاعبين جاهزين من الناحية المعنوية ومن الناحية النفسية وطبعا الجوانب البدنية والفنية، كله إن شاء الله جاهز بما فيهم وليد أزارو اللي يمكن كان فيه كلام كتير عليه الفترة اللي فاتت وكان عنده تدريبات منفردة في كرواتيا بسبب الرحيل طبعا، فبالتالي وليد أزارو خلاص هيكون متواجد، ممكن يكون بكرة في مباراة نجوم المستقبل يتم اعطائه بعض الدقائق عشان يتم تجهيزه للمباراة المقبلة، وخصوصا ان وليد لاعب كبير جدا ومهم وكان هداف النادي الاهلي الموسم اللي فات في الدوري وايضا كان هداف النادي الاهلي في بطولة افريقيا اللي وصل النادي الاهلي فيها للنهائي، فبالتالي ده شيء مهم ان كل اللاعبين يكونوا متواجدين في الفترة دي وفي بالتحديد في مباراة ان شاء الله فريق تاونشيب. المباراة الودية غدا امام فريق نجوم المستقبل هيستعد من خلالها بشكل اخير الجهاز الفني، هيقف على بعض المعدلات اللياقة البدنية بالنسبة للاعبين، مين هيكون جاهز بشكل كبير جدا، مين اكثر جاهزية، مين مركز بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة وبالتحديد من ناحية الفنية، فبالتالي هتكون مباراة هامة قوي قوي قوي، سواء وخصوصا هي مباراة ودية، يعني المباريات الودية اكيد ما بتبقاش مهمة لكن هي مهمة علشان بس النادي الاهلي بيستعد خلاص لمباراة اكثر اهمية في مباراة تاونشيب ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي دي اخر مباراة ان شاء الله بيستعد من خلالها النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق، نتمنى للجهاز الفني مستر باتريس كارتيرون الكابتن محمد يوسف ان هم يقفوا على كل النقاط القوة والضعف بالنسبة لفريق تاونشيب ويتم طبعا التعامل معها علشان نقدر نحرز ثلاث نقاط هتكون مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي الأفريقي وبالتحديد في دوري المجموعات عشان يتم تدارك موقف النادي الأهلي واللي عنده نقطة وحيدة حتى الآن من خلال مباريتين. إن شاء الله إن شاء الله في تفاؤل كبير وتركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين علشان يقدروا يفوزوا في المباراة المقبلة، عشان هتكون دي بداية جديدة للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الفوز في المباراة المقبلة، المباراة اللي بعديها على طول ب10 أيام في بوتسوانا. إن شاء الله الأمور تبقى جيدة بالنسبة للنادي الأهلي، خصوصا بداية كل موسم جديد. هو طبعا بطولة أفريقيا اتلعبت بقالها فترة لكن هي جاية مع بداية موسم جديد وبعد فترة كبيرة جدا ما كانش فيها مباريات رسمية بالنسبة للنادي الأهلي، فالبداية دايما بيبقى مطلوب أنها تكون بداية قوية علشان تدي دفعة كبيرة جدا للفريق في استكمال الموسم بشكل جيد والشكل المطلوب من قبل جمهور النادي الأهلي، فبالتالي كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا إن شاء الله. ده كان كل ما يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، لكن خلينا لسه متواجدين مع النادي وهنتكلم عن الاكاديميات وطبعا الكابتن عبد النبي عاشور المدير الفني لاكاديميات النادي الاهلي قال ان الاخلاق قبل الموهبه في اكاديميه النادي الاهلي. طبعا الاخلاق دايما دي احدى مبادئ النادي الاهلي اللي دايما بيعتمد عليها في مختلف الفترات، فبالتالي الكابتن عبد النبي عاشور قال ان الاخلاق بتيجي رقم واحد وده شيء طبيعي ومعتاد داخل جدران النادي الاهلي. السلوكيات اهم حاجه، بعديها طبعا المرتبه الثانيه بتيجي التعليم. على فكره بمناسبه التعليم، يعني من خلال متابعتنا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي بالمناسبه، في بعض اللاعبين اللي بيبقوا مغتربين او اللي جايين من اماكن بعيده او من الاقاليم، فبالتالي بيبقى ليهم مكان داخل النادي الاهلي او استراحه خاصه بيهم كده بيكونوا متواجدين فيها بيباتوا فيها وكل حاجه علشان التدريبات ومواعيد التدريبات. النادي الاهلي بيعمل حاجه كويسه قوي ان هو بيجيب مدرسين لهؤلاء اللاعبين علشان الدروس الخاصه بيهم طبعا التعليميه، وده جانب مهم جدا بيركز عليه النادي الاهلي عشان يكون اللاعبين متعلمين بشكل كبير جدا، وده شيء هيفيدهم وما يكونش بس التركيز في الكره لا، لكن فبالتالي السلوكيات والاخلاق وبعدين بيجي بعديها التعليم وبعد كده الموهبة والمهارة في المرتبة الثالثة، فبالتالي ده شيء مهم وتصريح مهم جدا من كابتن عبد النبي عاشور المدير الفني لأكاديميات النادي الأهلي في اختياره لبعض البراعم اللي ممكن تنضم لأكاديميات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. نروح لمجلس إدارة النادي الأهلي واللي بيحضر في هذه اللحظات نهائي بطولة القاهرة للسباحة. طب قبل ما نروح لمجلس إدارة النادي الأهلي وبطولة السباحة هنروح نشوف تقرير كابتن عبد النبي عاشور وتصريحاته عن أكاديميات النادي الأهلي. احنا عاملين لها بلان من اول ما جيت تقريبا من حوالي شهرين،
عملت بلان للتسكين بتاع الاولاد، سلمته للاداريين، بيشتغلوا هم على الفترات وعلى الاعمار السنيه وعلى المستوى. فالامور الحمد لله ماشيه كويس. عندنا الشق الاداري فاهمين الشغل، ده ساعدني كتير جدا. حتى الشق العمال اللي معايا هنا في الملعب برضو ساعدني كتير جدا، لان هم فاهمين الشغل بقى لهم فتره معايا كبيره جدا، فهم سهلوا لي كتير جدا من ان انا اوصل للي انت شايفه ده، وخلى الامور بالنسبه لي اسكن اللعيبه بسرعه في الملعب. ما عنديش مشكله ان انا اول يوم النهارده، الموضوع كله اخذ حوالي 10 دقائق. الحمد لله الامور ماشيه كويس قوي، على سيطره من الاداره من جوه الاول، وبعدين من جوه الملعب الناس فاهمه، فالدنيا ماشيه كويس الحمد لله. الهدف من الاكاديميه رقم واحد، اول لو انت شفت شعار الاكاديميه اول حاجه سلوك. يعني رقم واحد عندي سلوك، عندي الموهبه تيجي رقم ثلاثه. يعني اول حاجه بالنسبه لي في الاكاديميه هي السلوك والتعليم، وبعدين بعد كده الموهبه اللي هو موجوده بنوديها قطاع ناشئين. يبقى انا بالنسبه لي بلتزم بالوقت الاذان كله بيقف، المدربين عندي عاليه جدا عاليه جدا بالنسبه من الناحيه التعليميه، كلهم متعلمين، شهادات التدريب كلهم ما شاء الله يعني كلهم موجودين. بنعمل لهم محاضرات كتير جدا بشكل مستمر على السلوك مع الاولاد، على التعاون مع الاولاد، على الناحيه الفنيه داخل الملعب. الحاجات دي كلها بتاخد منا وقت ان احنا نوصل للمستوى اللي احنا فيه دلوقتي، فدي حاجه ان شاء الله هتستمر معانا طول السنه في كل الفروع ان شاء الله. طبعا الحمد لله احنا انا موجود في الاكاديميه من 2006، يمكن انا خرجت قطاع الناشئين 4 سنين، من 2009 ل 2013 عشت في هولندا، فالحاجات دي كلها ادتني انطباع كويس ان انا اقدر اختار كويس بالنسبه للوقت في الملعب، ان انا بختار المرحله العمريه على حسب ما المفروض الواد يتنمى فيه. يعني السن الصغير ليه اختيار معين، الاكبر له اختيار معين، وهكذا. وبالتالي الحمد لله يعني نتاج الاكاديميه موجود في قطاع الناشئين فوق والنادي الاهلي. يعني مثلا رمضان صبحي من عندنا من الاكاديميه، ناصر ماهر من الاكاديميه، ناس كتير جدا، محمد عماني اللي هو مضى في الاول برضه من الاكاديميه، المغربي اللي هو مضى في الاول دلوقتي من الاكاديميه، كلهم يعني كل واحمد اشرف كلهم من واحمد حمدي وزيزو كلهم من الاكاديميه، كل المجموعه اللي طلعت حاليا الاخيره كلها من الاكاديميه. فده الحمد لله يعني ده بيرجع برضو للناس الفنيين اللي موجودين معايا بيساعدوني برضو. وطبعا الحمد لله انا يعني زي ما قلت لك ان انا بختار العنصر على حسب المرحله العمريه. كلام مهم جدا من كابتن عبد النبي عاشور، طبعا المدير الفني لاكاديميه النادي الاهلي. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المقبله، وفي اختيار كمان عدد من البراعم اللي يكونوا مميزين ويكونوا اضافه ان شاء الله للاكاديميه، علشان تكون بدايه ليهم الانضمام لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، ويكونوا طبعا امتداد للمواهب اللي بتخرج من النادي الاهلي خلال الفترات المختلفه المقبله. نروح بقى لمجلس إدارة النادي الأهلي والألعاب الأخرى. يمكن النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي بيحضر نهائي بطولة القاهرة للسباحة في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، وبحضور كمان الكابتن محمود الخطيب، وده أكيد شيء مميز ودافع معنوي بشكل كبير جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي مش بس بيهتم بلعبة معينة، لا بيهتم بكل الألعاب داخل النادي الأهلي وبيهتم بكل أبناء النادي بشكل عام. فبالتالي النهاردة كان متواجد الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة طبعا لحضور نهائي بطولة القاهرة للسباحة لجميع المراحل رجال وسيدات، والتي تقام حاليا في مجمع حمامات السباحة بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. والنادي الأهلي كان قد نجح طبعا في حصد العديد من الميداليات المتنوعة على مدار الأيام الماضية. نروح بقى لأخبار محلية وأخبار مختلفة طبعا، وبالتحديد